مش بعيد طبعا يكون هو اللي قتله عشان ياخد مكانه. طبعا اكيد. وده التفسير الاقرب. انا بحكم الكام سنه اللي قضيتهم هنا اقدر اقول لكم ان الجماعات والفصائل دول بيقتلوا في بعض اكتر ما عداهم بيقتلوا فيهم. طب تفتكر ان التغيير ده هيأثر على عمليه علاء باي شكل؟ اكيد. سياف دلوقتي بقى هو الوالي وقائد الجناح العسكري في نفس الوقت. يعني سلطاته وامكانياته بقت من غير حدود. وطبيعي يبقى شكاك وحريص اكتر من الاول. اكتر من كده؟ ده مريض اصلا، ده بيشك في كل حاجه في الدنيا. انا شايف ان انتوا باصين على سلبيات اللي بيحصل بس. سياف بعد اللي حصل هيبقى صدى اكبر بكتير من الاول. وده يخلينا نتحمس لعمليه علاء، مش يخوفنا. هو اخباره ايه النهارده صحيح؟ والله كلم المحطة وقال لهم إن هو عيان وخد النهاردة أجازة وقاعد في البيت من ساعتها، ما عملش أي حاجة وما عملش ولا تليفون. آه طبيعي يبقى مخضوض ومش مستوعب اللي بيحصل. كلها كام يوم ويرجع لحياته تاني. أنا من ناحيتي هجيب لك الأخبار من سوريا أول بأول عشان تبني عليها خطتك. محتاجين مني حاجة دلوقتي؟ شكرا خلود. يلا سلام. سلام. تفتكر علاء عمل كده ليه مع منة؟ عشان اكتشف ان هو بيغلط في حقها. اكتشف؟ اللي زي علاء ده ما يستحملش انه يغلط ولا انه يحس ان هو غلطان في حق حد، حتى لو الحد ده غريب وما يعرفوش. ما بالك بقى البنت اللي هو ما حبش غيرها. الفتره اللي فاتت هو كان هربان من الحقيقه، واول لما احنا واجهناه بالامر الواقع ما كانش قدامه حل غير ان هو يواجه نفسه ويحاول ان هو يصلح غلطه باي شكل، علشان مش قادر ان هو يعيش بالذنب. وانت بقى عرفتي كل ده عنه امتى وازاي؟ عشان انا زيه طول عمري عايشه بالفكره اني ما عنديش اوبشن اني اغلط. ما عنديش اوبشن غير ان انا لازم ابقى الاولى في اي حاجه انا بعملها، يعني فاهم؟ عشان كده فهمته بسرعه. طالما انت فاهمها بقى كويس قوي كده، تفتكر هيتصرف معانا في شغلنا بنفس الطريقه؟ ما عنديش شك ولا واحد في المليون. بصي بقى، شغلانتنا دي علمتني حاجة، مهما كنت متأكد لازم أسيب شوية شك كده على جنب احتياطي، ماشي؟ أنا طبعا متأكد دلوقتي إن أنت جعانة، صح؟ متأكد ولا شاكك؟ لا فدي متأكد.